الأرقام حقيقة الأمر فيما يتعلق بالإغلاق الجزئي للحكومة ربما كذلك تستحق التدبر. يعني سيد إسلام تحدث عن 800,000 موظف سيعملون، دعنا نسميها سيعملون مؤقتا بدون أجر، بينما البعض تحدث عن أرقام رسمية تؤشر إلى أكثر من 420,000 موظف. إنما المشكل هنا أن من بينهم حوالي 200,000 عنصر أمني. هل هذه أرقام صائبة التي نحددها الآن؟ إجمالي الأرقام هو 800,000، ولكن الذين سيتأثرون بشكل مباشر والذين سيسرحون ولن يأتوا إلى العمل هم 400,000، 450,000. أما الطرف الآخر، بقية هؤلاء هم الذين سيعملون بدون تلقي الأجر، وهم في العادة الحكومة الفيدرالية الأمريكية تدفع المعاشات كل أسبوعين، فلذلك هم لن يستطيعوا الحصول على الأموال التي يتوقعونها، خاصة في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة، والناس تشتري الهدايا لبعضها البعض ويحتفلون برأس السنة، فلذلك سيكون صعب جدا على هؤلاء الاحتفال برأس السنة. ولكن دعني أعقب على ما تفضل به الأستاذ إسلام، المشكلة لا تحل عن طريق الكونغرس فقط، المشكلة هي الكونغرس لم يمرر مشروع تمويل الحكومة الفيدرالية، لأن الرئيس الأمريكي هو رئيس الشق التنفيذي من الحكومة الأمريكية، ونظرا أن الرئيس التنفيذي لا يملك المال للاستمرار بإدارة البلاد، فهو بحاجة لأموال من الخزانة الأمريكية التي يجب أن تخرج الأموال عن طريق مجلس الشيوخ ومجلس النواب. الآن هم عجزوا أن يتفقوا على المبالغ المالية المطلوبة، هو يطالب بمبلغ 5 مليار دولار من أجل بناء الجدار الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، مع العلم أنه كذب الرئيس الأمريكي، كذب على الشعب الأمريكي وقال أنه سيقوم ببناء جدار في خلال الفترة الحملة الانتخابية، وقال أن المكسيك ستدفع ثمن بناء هذا الجدار. أما الآن فانقلب على المواطن الأمريكي، على الناخب الأمريكي وعلى الكونغرس وعلى الجميع، ويطالب بالمال من الخزانة الأمريكية. الديمقراطيون يعني هذا ممسك عليه، والديمقراطيون قالوا أنهم لن يعطوا هذا المبلغ، وخاصة طيب. أنهم الآن بيدهم العصمة في 3/1/2019 ستكون العصمة بيدهم، لن يستطيع الحصول على أي مبالغ بدون موافقة الكونغرس الأمريكي، حتى لو استطاع أن يحصل على 60 صوت، مع أنه لا يوجد لديه إلا 50 صوت في مجلس الشيوخ، حتى لو حصل على 55 صوت هذا لا يكفي أن يحصل على ما يريد، فلذلك سيكون الرئيس الأمريكي رهينة بيد الكونغرس ومجلس الشيوخ على مدى السنتين القادمتين.